استاذ دجن، اعفيني من هذا السؤال رحم والديك، غير النمو غير ان الموضوع. استاذ رحيم، للامانه انت فتحت حتى معي الكثير من ملفات الفساد، وقلت ان انا قدمتها الى الهيئات الرقابيه والمختصه. كم ملف فساد تم الاخذ به او الحكم بموجبه؟ ولا واحد. ولا واحد. شيخ رحيم، ولا واحد. أقمت دعاوى رسمية؟ بلي. زين، شنو كان الرد؟ استاذ دجن، اعفيني من هذا السؤال رحم والديك، غير النمو غير ان الموضوع غير الموضوع. والله انا ما يعني انا احاول انا اخفف، لكن انا اريد اقول شيء بكل احترام الى كل الجهات المسؤوله. تتذكرون الملف اللي فتحناه انا والشيخ رحيم عن قضيه السماد المسرطن؟ هسه السماد المسرطن قد ياكل منه وليد الرئيس، وياكل منه وليد الوزير، وياكل منه وليد القاضي، وياكل منه وليد الفقير. لما قضية من هذا النوع التقيت بالشيخ رحيم الدراجي وأكد هذا، والتقيت برئيس لجنة البيئة والزراعة في البرلمان وأكد أكثر مما أكده السيد رحيم، والتقيت بمدير عام الأسمدة والفوسفات الجنوبية وأكد أكثر من هذا، وراح البرلمان وشاف المعمل الوهمي واعترفوا أن هنالك فساد وسماد مسرطن، ليش انضم الملف؟ وقيل أيضا من أحدهم أن هذا السماد قد تم بيعه بالأسواق. شيخ رحيم، أنا أسأل أمام كل السادة المسؤولين والهيئات الرقابية، أين هذا الملف؟ وين راح هذا الملف شيخ رحيم؟ والله استاذ نجم، انا بالنسبه لي شخصيا سلمته حتى للوزير الحالي، وسلمته الى وكيل وزير التخطيط اللي خلاه السوداني رئيس لجنه التحقيق بهذا الموضوع، وسلمته بكل الاوراق وكل الوثائق وكل الارقام بان هذه المعامل التي يقال عنها معمل لانتاج سماد الداب هي معامل وهميه ليس لها اصل ولا فصل، والعقود التي أجريت مع الصناعة ومع الزراعة هو استيراد خارجي. زين، لكن للأسف الشديد لم نجد لحد الآن أي إجراء حقيقي بخصوص هذه المعامل الوهمية، وحتى بخصوص السماد الداب. خب هذا سووه بعدين، هم طلعوه سووه مو مسرطة، حاطين له علش ماي ومشوا. لا أخوي، طلع بي طين خاوة، طين خاوة طلع، رادنا نلبس لنا مناظر. انتقلوا الى المثنى ليرحبوا برئيس استاذ نجم. نعم استاذ نجم، استاذ نجم، نعم. والله اخطبوطات ديناصورات فاسده تصرف ملايين الدولارات على هذا الفساد. يعني تتصور هذه المعامل اللي نقول عليها احنا فاسده، اللي قائمين عليها مستعدين يخسرون. انت تصور يعني هم راصدين 700 مليار دينار بس لاستيراد سماد الداب، بحجة انه هذا منتج محلي. 700 مليار، زين هو هذا من ينطي له 200 مليار حتى ينسكت عنه؟ خاسر خسارة؟ ما يخسر خسارة. وش قد مشكلة ما تحط ايدك على واحد نظيف. ايش قد نباق بهاي الصفقة؟ طبعا حدث بلا حرج استاذ نجيب، اذا هم مسعرينه يعني حتى اسعاره خيالية، حتى أسعاره خيالية اللي على أساس أنه هذا مدعوم من قبل الوزارة، على أساس هو منتج محلي ومدعوم من قبل الدولة ويوزع على الفلاح بأسعار مدعومة. زين، السيد موسى فرج نجيب، والله كل الوثائق سلمتها، كل الوثائق بالصور بالأسماء بالتفاصيل، طيب، لكن ماكو جراح.